قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل يوم القيامة بين الخلائق، فيجاء به فينشر بين يديه 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، كلها معاصي وخطايا، سجلات صحف مكتوبة عليه، كل سجل منها مد البصر. فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ هذه صلاة ضيعتها، وهذا سماع محرم، وهذا ظلم للناس، وهذا عقوق، وهذا كذا، وأتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا ربي. فيقال: أظلمك؟ كتبت الحافظون. فيقول: لا يا ربي. فيقال: هل عندك حسنة؟ الكفة الأخرى فارغة من الميزان، هل عندك حسنة؟ فيقول: لا يا ربي. فيجاء ببطاقة، يقال: هذه حسنة عملتها. يجاء ببطاقة، يقول: يا ربي، وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم اليوم شيئا. فتوضع تلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة، وتوضع السجلات العظيمة في كفة، فترجح بهن لا إله إلا الله، وتكون أثقل وأعلى وأغلى، وينجو العبد بلا إله إلا الله.